عطايا النعمة هي بالواقع في سياق الحديث عن عطايا الوحدة هذه العطايا هي عطايا المسيح للكنيسة يقول الكتاب عن يسوع المسيح أنه صعد يسوع إلى العلاء فسبى سبيا صعد إلى العلاء ليملأ العالم كله وأجمعه بحضور المجيد الكريم أيضا وعندما جاء أعطى المواهب المواهب للكنيسه فهو المعطي السخي لبنيان الكنيسه وطبعا لاستمرار النظام في الكنيسه ليحافظ على وحده الكنيسه طبعا هذه العطايا الغرض منها وحده الكنيسه تكميل القديسين مجد الله من خلال شخص يسوع المسيح